على جمالك يا دي البت، ايه اللي جرى لك يا بت؟ ما شاء الله عليكي، رحتي وجيتي، وايه اللي جرى؟ تصدقي بالله والله ما عرفتك، والله بقيتي شبه البني ادمين اللي بجد يا بت. لسه لسانك فالت مني. هقول ثانيه هيروح فين يعني؟ قولي لي يا بت رحت فين وجيتي منين؟ ما تساليش عليا ليه يا واطيه انت يا واطيه. مشاغل والله يا خالتي، امال فين سوكه؟ عاوزه سوكه في ايه يا اختي وانت في الحاله اللي انت فيها دي؟ وبعدين مشاغل ايه يا بت؟ رحت فين وجيت منين ومين قلعك ومين لبسك يا بيه؟ هقولك على كل حاجة، بس دلوقتي عايزة سوكة عشان جايباله شغلانة، انما ايه؟ لوز. ودي يا سوكة يا ولا، يا سوكة يا ولا. ايه ياما في ياما سرعتيني. تعالى يا ولا تعالى. مش دي القبلة نوال؟ اه يا ولد، القبلة نوال جايبة لك شغلانة لوز يا ولا. طب الف واجي لك قبلة نوال ولا اقول لك حاجة؟ نطي يا ولا. الف ليه؟ انت تحكي له على الشغلانة كده، لكن الاتفاقات كلها معايا انا، الفلوس والحاجات دي عشان انا مديرة الاعمال دلوقتي. الحمد لله على السلامة قبلة نوال. الله يسلمك يا سوكة. بص بقى، انا دلوقتي شغالة في الكباريه اللي شغال فيه كبدكي وطاعون، والراجل مدير الصالة سمع الغنوة بتاعتك ومتكيف قوي وعايزك تيجي تشتغل عنده. بس تعاون ده زبالة البشر، كان عايز يقف لك فيها لولايا انا سلكتها لك. ايه سلكتها له؟ مش الكباريه ده يا بت اللي بيبقى فيه المليطه كلها؟ لا والله اصيله يا نوال. اه ياما كباريه، مطرب زي صاعد هيشتغل فين؟ في الحديقه اليابانيه؟ ايوه ياما كباريه. المهم يا سوكا لما تيجي تحرس منه ومن اللي اسمه كبدكي ده كمان. يا اخويا احنا دلوقتي خرجنا بره المنطقه، يعني انت عارف المصريين مع بعض في الغربه بيعملوا ايه. يا اختي، طب هو وهيشتغل مطرب ومغني في الكباريه، وانت ان شاء الله هتشتغلي ايه يا حبيبتي؟ فتاحه. ودي هتفتح ايه دي؟ انا هقول لك بقى يا ام، مش انت بتنادي على الراجل ابو فوزي يا ابو فوزي افتح لي حاجه ساقعه؟ قبل نوال بقى جايبه ثلاجه حاجه ساقعه في هناك في الكازينو، وكل اللي يعدي يا ام تفتح له حاجه ساقعه، فتح له حاجه ساقعه. اتفتح في راسك طاقه انت وهي في ساعه واحده. المهم يا سوكا ان شاء الله لما تروح وتشتغل وتتنجم تبقى بقى تعوض لي الخدمه دي وتنطقني معاك. تأمريني قبل نوال، بس ازاي يعني؟ افهمك، البنات صنفين في الكباريه، الفتاحه درجه تانية في الفلوس والمعامله وكله، اما الرقاصه درجه اولى. وانت بقى يا اختي عاوزه تترقي وتبقي ايه؟ فتحت كوالين ولا خزن ولا رقاصه؟ افهمك انا يا خالتي، ما انا طول ما انا بره كان على رقبتي عامل حاجه زي كده، لكن ما دام كده كده جوه المخروبه يبقى خربها احسن. الو، ايوه صباح الخير، انا كنت بتصل بخصوص الاعلان. ايوه، وظيفه السكرتيره التنفيذيه. نعم يا فندم. طيب معلش، شكرا. بتتكلمي في ايه يا اختي؟ قومي خشي شوف امك، بانها بتطلع في الروح. ايه يا نهار ابيض؟ ماما ماما حنينه قوي يا اختي. ايه كل ده مش سامعه؟ سنجتي وانت مش سامعه ليه بقى؟ وقع على ودنك وانت صغيره؟ الله الله الله، جبتيها منين دي يا بنت؟ واحده زبونه قالتها لي عندي في المحل فعجبتني. حلوه صح؟ حلو. يو ما تصبر الا على الباب، هي الدنيا طارت. هيما كفرة كبداك يا مساء الفل. ايه رايح فين؟ احنا هنا لوحدين. ما انا عارف. يو انا جاي امسي على الست جمالات هاني، قصدي هايدي، وجاي اقول لها ان كبداكي طلع راجل وما فتحش بقه بنص كلمه، مع انه يعرف كتير، يعرف كله لا مؤاخذه. ميرسي ميرسي بجد يا استاذ يا استاذ ابراهيم، انا متشكره من قلبي. على ايه؟ شكرا على ايه؟ وكمان اصل الضابط علاء مزودها بصراحه، وانا ممكن ازعله، بس انا خدت بالي ان في تلطيف مشترك ما بينكم، فقلت اسيبه ياكل عيش. لا جامد يا ولد. امال امال، بس خلينا بقى في المفيد. الواد سوكا كان معايا وانا بقرا الجورنال وعرف الموضوع، انا امنته ما يفتحش بقه، بس اصل الواد سوكا ماشي مع البنت هاجر ما انت عارفه، واللي زي سوكا ده لما يمشي مع واحده بيحكي لها على كل حاجه، تاني يوم مصر كلها تعرف. انا يا استاذ ابراهيم الصراحه مش عارفه اشكرك ازاي. شكرا. على ايه بس يا ست هاني؟ والله انا من ساعه ما شفتك وقلت ان انت هاني، بيبان بيبان. لو انت خبره قوي في الهانم يا واد. بقول لك ايه، يلا حبيبي عشان تلحق يومك، سكتك خضر. يلا لسه العرض ما خلصش. عرض يعني ايه؟ في هديه مجانيه. ما تخلص كبدكي وتوخ اللي في بق. هو مش الظابط علاء محتاس وداير يقبض على نص المنطقه ومش عارف مين ورا موضوع المحل؟
المعلم سلومه هو اللي زقق العيال. سلوكه؟ سلوكة ايه؟ اسمه سلومه. حاجة غريبة جدا، وانت عرفت ازاي؟ مصادري الخاصة، وبقولي للباشا بتاعك كبداكي بيقولك يا ابو دبورة ونسر وكاب، المعلمة مش عاوزة كتاب. سلام. سلوكة، سلوكة ايه؟ هو انت مالك فرحانة قوي كده ليه؟ يو عشان طلع اصيع من ابو دبورة بتاع. ايه ده؟ مش معقول. الو، بتصل بنفسك؟ بقولك انا مش عارف امسك. النهارده عيد الحب، كل سنه وانت طيبه، وهابي فالنتين وهابي نير، وحشاني ابو الهجر. بطل بكش يا سكا واسمعني كويس. الحاجه انتصار محجوزه هنا في المستشفى، وفصيله دمها مش لاقيينها في بنك الدم. يا نهار ابيض يا ساتر الرب. هي فصيلتها نفس فصيله دم ابراهيم صاحبك. ايوه انا فاكراها كويس قوي من يوم ما جه يعمل العمليه عندنا، وكنا مبسوطين جدا ان احنا لقينا فصيله الدم بتاعته. طب وبعدين؟ عشان خاطري يا سكا خليه يجي يتبرع لها بالدم. الست حالتها خطر قوي. مسافة السكة وهجيلك. ايه؟ في ايه؟ في ايه يا لا؟ هي الحكومة جننت ولا ايه؟ لا هو في ايه يا لا؟ مالك يا كبداكي؟ يا كبداكي؟ في ايه؟ في ايه يا سوق؟ في حد يصحي حد كده؟ اخفى من وشي بدل ما اعورك وربنا. يا عم بقول لك ايه؟ دي حالة إنسانية. يا عم حالة إنسانية؟ أنا اللي حالة إنسانية. يا غدا ست نصار دي ست طيبه وغلبانه وملهاش اي حد، وانت هتنجز حياتها. التهطل يا سوكا، دم ايه اللي هروح اتبرع بيه؟ وانا عند اهلي دم اصلا. سيبنا انا يا سوكا. بقول لك ايه، ما انت لما روحتش ست نصار هتموت. انتصار انتصار مين يعني؟ ما تموت ولا تولى؟ عايز انام ساعتين قبل ما اروح الشغل. بقول لك يا صاحبي، عشان خاطري الخدمه دي ليا والله العظيم ما هنساها لك. قوم بقى كبدك عشان خاطري. طب يا سوكا هقوم. قال يعني انا لو ما قمتش انت هتسيبني نايم؟ ما انت طالع زنان لامك. الله يسامحك، انا مش هكلمك الا عشان خاطر ست انتصار. انت هتقول انا هنام. خلاص معلش. لا معلش ونبقى. يلا قوم يا صاحبي. يلا كبداك ايه كبداك ايه. صدقني يا سعاده الباشا، انا ماليش دعوه بحرق محل الست جمالات وحرقوا لي عدم المؤاخذه. هو انا اغاوي اذيه الناس؟ هات لي العيال واقفه بره. يا سعاده الباشا، يا سعاده الباشا، انا عارف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجوز الست جمالات، لكن خلاص صرفت نظر. خلاص بقى العفو والسماح يا حكومه. انت لو فتحت بقك تاني من غير ما اقول لك انا هقطع لك لسانك. مين اللي دافع لكم يا ابني انت وهو؟ المعلم سلومه باشا، جالنا اخوه من الخليج ودفع لكل واحد 100 جنيه وقال لنا عايزكم في مصلحه، وخدنا بعد نص الليل ورانا محل مقفول وقال لنا يولع الصبح. انتوا تعرفوا سلومه قبل كده؟ ايوه، احنا شغالين شايلين في المذبح وبنحمل له اللحمه اللي بياخدها، وقال لنا ان هو عايز يتجوز الست اللي في المحل دي ومحدش يأذيها. هو بس عايز يعرفها ويفهمها انها لازم يبقى معاها راجل. خد العيال دول بره. يا باشا انا ما اعرفش العيال الصيح دول يا سعاده الباشا. دي القضيه متلفقاني، انا مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. وانت عندك محامي بقى ان شاء الله؟ لا بس مش هتكلم الا قدام المحامي بتاعي. حقي هم دي بنت ست انتصار لسه راجعه من بره مصر. هو ده بقى ابراهيم. مساء الخير. انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ ابراهيم. ميرسي بجد. تشكرين على ايه؟ ده ست يعني ست انتصار دي غاليه علينا. بعدين بقى، بعدين الكلام ده. يلا يا نجوان. يلا 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 يا سوك. يلا يا ابراهيم. يلا بسرعه.